الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. من هو أبوهما؟ نعم، إبراهيم عليه السلام. إن أباكما، هذا في عمود النسب، إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي ويعوذ سبطيه الحسن والحسين كما كان الخليل إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. التعويذ بأي شيء؟ بكلمات الله التامة. قيل هو كلام الله مطلقا لأن كلامه كله تام سبحانه، وقيل هو القرآن، وكان الإمام أحمد رحمه الله يستدل بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق لأنه يفسر كلمات الله التامة القرآن، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق. إذا كان كلام الله مخلوقا فكيف يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام بمخلوق؟ فلا بد أن يكون كلام الله غير مخلوق، وهو صفة من صفاته. وقيل في معنى كلمات الله: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامة، أعيذكما بكلمات الله التامة. التامة هي أسماؤه وصفاته. طيب، تم هذه تامة، تامة في ماذا؟ التمام، التمام في أي شيء؟ التام، التامة في فضلها وبركتها، يعني الكاملة في فضلها وبركتها، ولأنها تمضي وتستمر ولا يردها أحد. وقيل إن كلمات الله هي أقضيته وأوامره، يعني إذا قضى شيئا ما يقول كن، سبحانه كن، هذه من كلماته. فإذا يدخل في كلماته أقضيته وأوامره، فكلماته التي يمضي بها قدره ويخلق بها ما يريد سبحانه وتعالى. فالكلمة من كلماته مثلا كن غير مخلوقة، لكن يخلق بها، يخلق بالكلمة، يخلق بالكلمة، ولكن كلمته ليست مخلوقة. ومن أخطاء عدد من الذين يعبرون أو يتكلمون أو يعني يذكرون كلمة كن، يقولون: يا من أمره بين الكاف والنون. وهذا خطأ. طيب، إذن قيل إن كلمات الله التامات أقضيته، كلامه، أوامره، وهكذا. وهذا كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طيب، ما هي كلمته التي قضى بها أن يسود بنو إسرائيل ويرثوا ملك عدوهم؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد أن نمن، خلاص إذا أراد انتهى، يأمر بما أراد يحصل ما يريد سبحانه، يأمر بما أراد يحصل ما أراد. طيب، وقيل كلماته التامة أي الكاملة، لا يدخلها نقص ولا عيب. كلام البشر
فيه نقص، كلمة غير موزونة، وكلمة غير بليغة، وكلمة غير معبرة، والكلمة الخطأ في المكان الخطأ، والكلمة التي تدل على عكس المقصود، والكلمة التي تدل على بعض المقصود، وهذا حصر صدره أن يعبر. كلمات الله تامة كاملة، ما فيها نقص، ما يلحق نقص، ليست معيبة ولا ما، فهي من جميع الوجوه، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، ومن تامة. وقيل كلمات الله التامة يعني الشافية النافعة المباركة، لأنها تنفع المتعوذ بها وتجلب له البركة وتكفيه من الآفات. والاستعاذة بكلمات الله التامة من الشياطين مناسب جدا، وكان المعروف عند مشركي العرب وغيرهم التعوذ بالطلاسم الشركية وأسماء الشياطين. بماذا كان يتعوذ المشركون ولا زالوا يتعوذون؟ يتعوذون بكلمات شركية يتمتم بها الساحر والكاهن، فأحيانا تقرأ إيش مكتوب في الطلاسم، إيش مكتوب في هذه الحجابات التي يعلقونها، لو أنك فتحت بعضها، برهوت مرهوت، ما تدري كلام، يعني كلام شياطين. لكن كلمات الله التامة شيء آخر. فقوبل ذلك بتعوذ الموحدين بكلمات الله التامة الدالة على توحيده والاستغاثة به عز وجل من شر الشياطين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شوف يعني في الفرق بين الكلمات التي يتعوذ بها أتباع السحرة والكهنة والعرافين التي يتعوذون بها، وبين الكلمات التي يتعوذ بها المؤمنون. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم. يعني هذا اللي كتب الحجاب أو اللي كتب التحصين أو التعويذة يقسم بعظماء الجن على الجن، فيقول أقسمت عليكم بعظيمكم فلان، وأسماء ما تدري يعني عن حقيقتها ولا عن، وحتى طبعا هي لو كانت هذه موجودة فإن الاستعاذة بها بهم مصيبة، لأن معنى ذلك أن هذا المستعيذ يركن إلى الشيطان ليحميها. قال شيخ الإسلام: وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم، ولذلك كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد، يعني العرب المشركون، إذا نزل الرجل منهم بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، يعني من أتباعه وسفهاء قومه. يقول المشرك العربي من قديم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، من سفهائه. فأنزل الله هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية. وقوله من كل شيطان يدخل تحت شياطين الإنس والجن، يعني هذه الكلمات العظيمة التي جاءت في هذا الحديث: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة
من كل شيطان يشمل شياطين الإنس والجن، والهامة كل ذي نفس يقال هامة، وقيل الهامة ذوات السموم يعني الحية، العقرب، العنكبوت، السام، وقيل حشرات الأرض، وقيل هي الحيات وكل ذي سم يقتل، والجمع هوام يعني جمع هامة هوام، فأما ما لا يقتل ويسم فهي السامة وجمعها السوام، فليس كل سم يقتل، في حيوانات فيها سم لكن لا يقتل، في بعض النمل يمكن فيه سموم لكن ما تقتل، بعض الأفاعي قد يكون سمها مخففا لا يقتل لكن فيه ذوات سموم لا شك أنها تقتل مباشرة تقتل، وبعضها سريع جدا سمه سريع التأثير للغاية. قيل إذن هي الحياة وكل ذي سم يقتل، والجمع هوام، و طيب إيش رأيك في مثلا النحلة، ها من السوام ولا من الهوام؟ من السوام، فيها لكن ما يقتل في العادة. طيب، وقيل الهامة كل نسمة تهم بسوء، النسمة كل ما فيه روح، كل يعني كائن حي. طيب، ما هو وجه الربط بين الشيطان والهامة؟ أن كلاهما أو أن كليهما خبيث، أن كليهما خبيث، وأيضا فإن الشياطين كثيرا ما تتمثل بالحيات وذوات السموم، قالوا العقارب أيضا. وفي الحديث الصحيح الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون، يعني مثل البدو، مثل البدو يحلون ويضعنون في البادية، ينزلون يرتحلون وينزلون. والحديث رواه الحاكم الصحاوي الألباني. وقوله في الحديث ومن كل عين لامة، يعني كل عين تصيب الإنسان أصابته يعني ألمت به، ألمت به يعني أصابته، يقال الممت بالشيء إذا نزلت به، وألم به نزل به وقع به. وقيل هي ذوات اللمم، وهي كل داء وآفة تلم بالإنسان تحل به من جنون وخبل ونحو ذلك. والعين اللامة ذات لمم بإصابتها وضرها، وقيل اللامة الملمة، وقيل اللامة الملمة. ومعنى هذا أنها تأتي في الوقت بعد الوقت، تأتي في الوقت بعد الوقت. وقال لامة سجع مع هامة، فيكون ذلك أخف على اللسان وأسهل في الحفظ، بالإضافة للمعنى المقصود. يعني السجع الذي في النصوص ما هو مثل سجع الشعراء أحيانا، يعني ما تكون هذه الكلمة الأنسب الكلمة الأكمل، لكن أتى بها يقول لضرورة الشعر للقافية كذا، لكن في النص لا، في النص الله لا يعجزه أن يأتي بالكلام كما يريد عز وجل على تشابهه ومعانيه، فهو كامل في نظمه ومعناه.
وأعاذهما النبي صلى الله عليه وسلم من العين، يعني من كل عين لامة لشدة خطرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، رواه مسلم. ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وفي الحديث: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل وتدخل الجمل القدرة. لتدخل الرجل القبر يعني تكون سببا في وفاته، سواء قتلته فورا أو أمرضته فمات، لأن العين قد تقتل فورا تصيب يسقط ميتا، وقد تمرض مرضا يؤدي إلى الموت. وبعض هذه السرطانات من أسباب أو بسبب العين. وقوله وتدخل الجمل القدرة يعني إذا أصابت الجمل سقط، فيهرع صاحبه وينحره لأنه يعلم أنه سيموت، فيقول ألحق قبل ما أموت ما يموت وأنحره لآكله أو ليستفاد من لحمه، فيطبخه في القدر. والحديث رواه أبو نعيم وحسنه الألباني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن ندعو بالبركة، إلى أن ندعو بالبركة إذا رأينا ما يعجبنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، يعني يدعو بالبركة فيه وعليه، يعني يقول اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه. فإن العين حق، رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق. وقوله أو من نفسه فيه إشارة إلى أن الإنسان قد يعين نفسه، قد يصيب نفسه بالعين. وفي القصة المشهورة التي رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره، يعني في أن سليمان بن عبد الملك لبس ديباجا أخضر حريرا، حلة حرير جميلة، وهو خارج صلاة الجمعة، فنظر في المرآة فقال: أنا الملك الشاب. قال: أنا الملك الشاب. شاف الشباب وحلة حرير وملك، يقول نظر في المرآة فقال: أنا الملك الشاب. يقول هي الخطبة ورجع وفي الفراش حتى مات، خلاص مريض ومات، يعني فيها نفس. وهذه المرضى التي دخل عليه فيها رجاء بن حيوة وقال: إلى من تعهد بعدك؟ قال: إلى هشام بن سليمان بن عبد الملك، يعني ولد. قال: ليش؟ ألا أدله عمر بن عبد العزيز، وهذا يعني للخير للإسلام والمسلمين، وهذا وهذا. فلم يزل به حتى جعل الوصية بعده بالملك إلى أوصى إلى عمر بن عبد العزيز، فكان خيرا عظيما على المسلمين. وهذا كان سببها دخول عالم ناصح على الخليفة لحقه في آخر الوقت، يعني في الوقت الأخير، واستجاب. ولا ما كان جاء عمر بن عبد العزيز، كان جاء ولد سليمان بن عبد الملك. طيب، على أي حال، نحن كنا نتكلم في حديث: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه. نعم. طبعا أو من أولاده، أيضا بيته سيارته.
والعوام العام عندهم قصص كثيرة في هذا كثيرة. يقول واحد جاب صندوق برتقال إلى البيت وراح بده ينام، قال جو أولاده وقعوا في البرتقال خلصوه، قام شافهم أنت قال خلص على طول، يقول تسمم غذائي كلهم. على أي حال، ليس كل واحد يصيب بالعين، وليست كل عين مثل الأخرى، بعض العيون أشد وأسوأ من بعض. ويزيد من خطورة العين أنها خفية، ولذلك كيف واحد يتحرز من الشيء الخفي؟ ما لك إلا هذه الأذكار والتعويذات، ما لك إلا هذه الأذكار والتعويذات. وهناك علاقة وثيقة أيضا بين الهوام، يعني الهامة، والعين اللامة. ما هي العلاقة؟ يلا هاتوا العلاقة. ما هي؟ قال بعض العلماء، لفت النظر يعني، إنه هناك يعني الحديث يقول من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طيب الشيطان والعين اللامة مشهور أن الشيطان يحمل العين إلى يعني من العائن، يوصلها لتصيب المعين، لتصيبه. فالشياطين سبب في، يعني في علاقة بين الشيطان والعين، في علاقة، لكن هل من علاقة بين الهامة والعين؟ إيه؟ طيب مين اللي قال بعض الحيوانات؟ ايوه ورد في الاحاديث الصحيحه ان بعض الهوام تصيب بعينها الإنسان إصابة من نوع خاص، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين، اقتلوا الحيات وذا الطفيتين. قيل في ذي الطفيتين: حية على خط على ظهرها خطان، على ظهرها خطان. قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر. الأبتر مقطوع الذنب أو ذو الذيل القصير، يعني في نوع من الحيات على ظهر خطان أو له قرنان، ونوع آخر أبتر قصير الذنب. طيب لماذا ركز عليهما ونص عليهما مع أنهما من الحيات؟ لأن في البداية قال اقتل الحيات، يعني الحيات عموماً، اقتلوا الحيات، وبالذات أكد على نوعين: ذا الطفيتين والأبتر. لماذا؟ قال: فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال: فإنهما يستسقطان الحبل، يعني هذا الثعبان، هذا النوع من الحياة تحديدا لو نظر في الحامل أجهضت. ويلتمسان البصر، بعضها ينفث سمه على عين الإنسان فإذا أصابه عمية،
أما قضية قذف الحية بالسم، إنه في حيات تقذف مسافات، هذه معروفة يعني في عالم الحيات، وبعض الموسوعات العالمية أو القنوات العالمية أظنها، ولو لم يعني أرى فيها ذلك أو ما طلعت على شيء مباشرة، لكن أظن موجود يعني من مظانها، أنها تذكر في تحقيقاتها المصورة واستطلاعاتها في الغابات و يعني الأماكن المختلفة الحيات من النوع نفاث السم، نفاث السم أظن ذلك موجود. على أي حال، قال فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر، رواه البخاري ومسلم. وهذا في بيان على علاقة بين اللامة والهامة، بين الهامة والعين اللامة. فتجتمع هذه الشرور الثلاثة، الشياطين والهوام والعين، في أمور ثلاثة: شدة الخطورة وشدة الخبث وشدة الخفاء. فنعوذ بالله من شر كل ذي شر. وقول في الحديث إن أباكما، فيه إشارة إلى دور صلاح الأجداد أو الآباء في نفع الأبناء وحفظ الأحفاد، وكذلك تأسي الحفيد اللاحق بالجد السابق، وكذلك فإن فيه أيضاً الإشارة إلى إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من تنحية أولاد البنات من الخير أو الميراث أو العلم أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام عوذ من؟ الحسن والحسين، وهما ابنا بنته. فإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الالتفات إلى البنات وأولاد البنات، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم جدا بالحسن والحسين. أهل الجاهلية هم الذين قالوا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن، شوف، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فيقصد عن من لا دخل فيهم، خلاص مو تبعنا خلاص، بنونا بنو أبنائنا يعني الذكور، وبناتنا بنوهن أولاد الرجال الأباعد، كانوا متبرئ يعني ما له علاقة يعني خلاص. وكيف هذا؟ أليس هؤلاء من أحفاد الإنسان؟ طيب أيضا يعني في لفت نظر في الحديث إلى أن الآفات هذه كثيرا ما تعتور الصغار، يعني الشياطين والعين، نعم، كثيرا ما تعتور الصغار، تصيب الصغار. فالشياطين والحشرات والهوام والعين، ولذلك يتأكد المحافظة عليهم مثلا في الرحلات عند الخروج إلى أماكن مختلفة، والتعويذ الأطفال لكثرة ما تلتمسهم هذه الشهور الشرور، لكثرة الشرور التي تلتمسهم، ولأن الكبير قد يعوذ نفسه وقد يدافع عن نفسه، أما الصغير فهو ضعيف، فتعويذ الضعيف من الحكمة. وكذلك في الحديث المحافظة على الصغار من مشاركة الشيطان أو إصابة الشيطان لهم، وشاركهم في الأموال والأولاد، فالشيطان حريص على الدخول في الأولاد، حتى لو ينسي الزوج ذكرى
الوقاع والتسمية عند إتيان زوجته حتى يحرم الولد من فائدة عظيمة. وفي الحديث شكر نعمة الأولاد والأحفاد وتعويذهم، وهذا من باب حفظ النعمة، هذا من باب إيش؟ حفظ النعمة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، بنين وحفدة.